أهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. أبدأ معك هذه الحلقة بتأمل في جزء من مزمور 118. كاتب هذا المزمور يقول: كل الأمم أحاطوا بي. والمقصود بكل الأمم كل الأمم الأعداء، يعني المرنم هنا بيتكلم نيابة عن الشعب، شعب الرب. كل الأمم عايزة تبيد شعب الرب. كل الأمم أحاطوا بي، باسم الرب أبيدهم. يبقى لما الأرواح الشريرة تحيط بيك وتهجم عليك وتستخدم أحداث أو أشخاص ضدك، لما تحاول تأذيك بالشر، أنت تقول كده: باسم الرب أبيد هذه الأرواح الشريرة. طالما ليك علاقة حقيقية مع الرب، الشيطان مش أقوى منك، بس الشيطان لازم تقاومه. لو ما قاومتش الشيطان هتتأذي. لما تشعر ان الشيطان بيهجم عليك، ولما تشعر ان الشيطان بيستخدم احداث او اشخاص لإيذائك، إيذائك النفسي، إيذائك الجسدي، إيذائك العائلي، إيذائك المادي، ما توقفش تتفرج، انما اعلن ايمانك ان بالرب يعظم انتصارك. وقول كده: باسم الرب يسوع أبيد هذه الأرواح الشريرة. طالما ليك علاقة حقيقية مع الرب، كل شخص ليه علاقة حقيقية مع الرب يسوع عارف ان دي سلطان على الأرواح الشريرة، لان الآية بتقول كده: اعطيكم سلطانا. انت عندك سلطان ما دام ليك علاقه مع الرب. اعطيكم سلطانا ان تدوسوا، ان تطعوا الحيات والعقارب وكل قوه العدو. العدو هنا اللي هو ابليس. كل الامم احاطوا بي، باسم الرب ابيدهم. ايه 11: احاطوا بي واكتنفوني، يعني ضغطوا علي، قربوا مني جدا، باسم الرب أبيدهم. يبقى دي تاني مرة المرنم يقول: باسم الرب أبيدهم، باسم الرب نبيد الأرواح الشريرة، الشياطين اللي تبع إبليس اللي بتهجم علينا، بتهجم على أجسادنا أو أذهاننا أو تستخدم ناس ضدنا، باسم الرب يسوع. مش باسمي ولا باسم اي شخص، باسم الرب يسوع نبيد مملكة ابليس. احاطوا بي مثل النحل، دي آية 12. ايه اللي حصل؟ يقول لك انطفأوا كنار الشوك. لما تولع في الشوك نار ما تعيش النار، الشوك يتاكل بسرعة ونار تطفي. هذا ما يحدث مع هيجان الأرواح الشريرة ضدنا، أو هيجان الناس اللي بتحركهم الأرواح الشريرة ضدنا. يبقوا جايين زي النحل عايزين يلدغوا، انطفأوا إيه؟ كنار الشوك. الرب أعطانا السلطان أن نازم إبليس، أن نازم مملكة إبليس، أن نازم كل قوة العدو، بس باسم الرب. أحاطوا بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك. باسم، تتكرر للمرة الثالثة، باسم الرب أبيدهم. يعني ده اللي بيرنموا الترنيمة دي من شعب الرب، عندهم إيمان، إيمان، بيكرروا إن إحنا باسم الرب أقوياء، باسم الرب يعظم انتصارنا، باسم الرب كل اللي بيعمله إبليس ضدنا يتحول لخيرنا، باسم الرب
نبيد الأرواح الشريرة اللي بتحاول تأذينا. وبعدين آية 13، دحرتني دحورا لأسقط. دحرتني يعني دفعتني، دحورا يعني دفعا، يعني دفعتني دفعا عشان أقع. أما الرب فعضدني. عزيزي المشاهد، مهما كانت الضغوط اللي عليك بتدفعك عشان تقع، تقع في شغلك، تقع في خدمتك للرب، تقع صحيا، مش صدفة انك بتستمع الى هذه الآية. الدفعة قوية عشان تقع، دفعتني دفعا لأسقط، أما الرب فعضدني. عشان كده ما عشان كده انتصرت، عشان كده ما وقعتش، عشان كده ما استسلمتش، عشان كده ما خفتش من منظر النحل وهو بيقرب حواليا، عشان كده ما خفتش لما أحاطوا بي ولما اكتنفوني. ليه؟ عشان تعضيد الرب. أما الرب فعضدني. بعدين بقيت المزمور بقى رائعة، قوتي وترنمي الرب. يعني مش الرب بيديني قوة، لا ده هو قوتي. يعني الرب مش بيديني ان انا ارنم، ده هو الترنيمة، هو فرح يعني، وهو قوتي. بعدين كانوا عايزين يموتوني، بيقول كده لا اموت بل احيا واحدث باعمال الرب باسم الرب يسوع. اي موت من ابليس لا يغلبنا. لا اموت بعد، لو الشيطان مشيئته ان انا اموت باسم الرب يسوع، اقول كده لا اموت بعد، ده احيا واحدث باعمال الرب. احيا واشهد لاعمال الرب في انقاذه ليا، واشهد لاعمال الرب في عنايته بيا، واشهد لاعمال الرب اللي بتشهد عن محبته ليا ومحبته لكل اللي ليهم علاقه بيه. لا أموت بل أحيا، لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. لا أموت بل أحيا، لا أموت بل أحيا. لما إبليس يحب يزيك قول كده لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تعالى معي الآن إلى صموئيل الثاني أصحاح 13. عزيزي المشاهد، في الحلقات اللي فاتت قلنا إن الملك داود ده واحد من رجال الرب العظماء، كان ملك عظيم، كان محارب عظيم، كان مرنم عظيم. دي دوائر كان فيها عظيم بالرب، منتصر بالرب، ناجح بالرب. إنما في الدائرة العائلية للأسف لم يكن كذلك، للأسف. وقلنا أن السبب الأساسي إنه ممشيش ورا وصية الرب في زواجه. تزوج كثيرات، تقول لي ما في تعدد زوجات في العهد القديم، اقول لك اه، بس الملك في تعليم من الرب، في وصيه من الرب انه لا يكسر، ما يكترش النساء، ما يكترش الزوجات. هو كسر ده، دي البدايه. كان حياته العائليه سيئه، ناجح كملك وفاشل كأب، وده شفناه في ابنه البكر أمنون. ما ربهوش كويس، ما أدبهوش، طلع شخصية سيئة لدرجة انه هذا الابن أمنون البكر ده اللي أصول هيبقى خليفة داود، اشتهى مين؟ أخته. أخته صحيح مش شايقته، لكن أخته من أم أخرى صحيح، لكن من نفس الأب داود.
واستسلم لهذه الشهوة لحد ما حصل له كبت عنده رغبة جنسية لها، وبسبب هذا الكبت ظهرت عليه علامات الضعف. وصديقه السيء هو الآخر ده ويبقى ابن عمه يوناداب بيشوفه كل يوم ضعيف، من ضعف إلى ضعف، يعني علامات الحزن، علامات الانكسار. ده شيء لا يتناسب مع واحد أبو ملك، أبو الملك العظيم داود. ومال ناحية مين وشهوته اتحركت ناحية مين؟ ناحية أخته سمار. ليه؟ يقول الكتاب بسبب الشكل بتاع سمار، إنها جميلة. والكتاب قال ان اخو سمار من نفس الام اللي هو ابشالوم ايضا جميل، يعني الاخ والاخت دول جمال، جمال غير عادي. ايه السبب؟ سبب امهم، امهم دي اميرة بنت ملك، ملك وثني، يعني بنت الملك الوثني. أكيد أمها الملك لما الوثني ده اتجوز هيتجوز واحدة جميلة قوي، فبنتهم أكيد الأميرة دي طلعت جميلة، داود اتجوزها. يعني بدل ما يتجوز واحدة من شعب الرب، واحدة من اللي اتجوزهم، وأكيد بسبب ضعف داود في المجال بتاع الرغبة ده زي ما شرحنا قبل كده، راح متجوز واحدة أجنبية الأميرة بنت ملك وثني. النتيجة إنها أنجبت الاتنين الجمال سمار وأبشالوم. وطبعا احنا كتير مننا عارفين القصة بتاعت أبشالوم وإزاي المقاس اللي عملها لداود، بس ده مع سمار نتيجة جواز غلط، نتيجة ان اتجوز واحدة مش من شعب الرب. طلعت سمار جميلة، جمال غير عادي غير المعتاد، وأبشالوم كان جميل، جمال غير المعتاد. والاتنين سمار وأبشالوم بسبب جمالهم حصلت لهم مقاسي، بس واحدة ملهاش ذنب اللي هي سمار، ولكن ابشالوم كان ليه ذنب. بس ده يوري لك بيت داود، ما الاثنين اولاد داود سمار وابشالوم ازاي بيته كان سيء. امنون، نرجع لامنون بقى. امنون لما اشتهى سمار وعايز يعمل معاه علاقه وما قدرش يعمل معاه علاقه، مش عشان حاجه، عشان النظام بتاع القصر بتاع الملك وبنات الملك اللي ما تزوجوش خاضعين لقواعد معينة، بروتوكولات معينة لحمايتهم، فمش قادر يقرب لها. فعشان كده جاله كبت. راح بقى يوناداب ده صديقه اللي هو ابن عمه الذكي جدا، قال له لا، قال له انا اقول لك طريقه، انت تتظاهر بانك مريض، ارقد على سريرك، نام على سريرك وتمارض، ابوك هيجي يسال عليك. امنون الابن اللي عمره حاجه وعشرين عنده بيت، فالملك لما يسمع انك انت مريض هيجي يسال عليك. اذا جاء ابوك ليراك قل له كسر القواعد، قل له خلي سمار اختي دي هتشجعني قوي وانا مريض، اكلها حلو، تاتي وتطعمني خبزا وتعمل امامي الطعام لارى، عايزه تعمل الاكل قدامي كده عشان اشوفه، فنفسي تتفتح فاكل من يدها. ده مين اللي بيقترح الاقتراح ده؟ يوناداب، ده ابن عمه. يعني يوناداب ده مش همه ان يشجع ابن عمه ان يكسر
يكسر الشريعة، يكسر كلمة الرب، ويعمل علاقة جنسية مع أخته اللي مش شقيقته، مش همه. وقلت لك في الحلقة اللي فاتت غالبا في دوافع عنده مش كويسة ناحية أمنون عايز يوقعه، ودوافعه مش كويسة ناحية أبشالوم، عنده دوافع واضح انها مش كويسة. بعدين هندرس ده. انما نصيحة سيئة شريرة انك تشجع واحد ان يعمل خطية. باسم الرب يسوع احنا نشجع الناس انها تتجنب الخطية، ونعلن ايماننا ان احنا مش هنبقى في اي وقت بنساعد ابليس في انه يوقع الناس في خطية. باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. انت ممكن تكون بتشجع ابنك انه يكذب، انك بتكذب قدامه، بيشوفك بتجاوب على في التليفون بتجاوب ازاي، وايه الاعذار اللي بتقدمها. فانت لو بتكذب هيطلع كذاب، ولو بتشتم هيطلع شتام. باسم الرب يسوع لا نساعد احد، ولا حياتنا ولا تصرفاتنا ولا كلماتنا تشجع حد يعمل خطيه. ما نبقاش زي مين يوناداب اللي بيشجع امنون انه يزني، ويوناداب مش همه عمه داود، مش همه لو داود عارف، مش همه اي حاجه، ولا عامل حساب بس ان يوقع، ان يرضي صديقه امنون على حساب الرب، كلمة الرب، ولا حساب سمعة العيلة، دي عيلتك. ها بس الخطية ممكن تخلي ناس ما يهمهاش اللي يتقال على العيلة، ويعملوا حاجات تسيء الى سمعة العيلة، ولا يهمه هيتقال ايه، ولا يهمه ان ده يجرح ابوه، ولا ده الاثنين مش همهم، اللي بيعملوه ده هيجرح الاب والعم اللي هو داود، اب امنون وعم يوناداب، مش همهم اللي هيحصل ده فضيحه هتجرح دول، مش همهم حاجه. وكمان مش همهم غضب داود لما يعرف ايه اللي يقول الكتاب. اضطجع أمنون وتمارض، كذب عملي، يعني بطريقة عملية عمل نفسه مريض. وجاء الملك ليراه. حلوة الآية دي، بتقول إن داود اهتم بيه، بس أنت كان وصلت اهتم بيه أخلاقيا، يعني تأثرت يا داود لما عيت. طب ما تأثرتش إن تصرفاته مش كويسة، يعني أبشالوم لما شاف سمار أختها على طول قال على طول ده اللي أساء إليكي واللي عمل معاكي ضرر أمنون، سمعته وحشة، معروف بطباعه. في أباء وأمهات ما يهتموش بأولادهم غير لما يعيوا. طب ما بيروحوش كنيسة، بتهتموا؟ ما لهمش علاقة مع الكتاب المقدس، بتهتموا؟ لا، نهتم بس لما درجاته تقل في الامتحان. ده معناه ايه؟ معناه ان الامور الروحية في عينيكم اقل من الامور الارضية، ما بتنشغلوا وتبقوا مشغولين لما الدرجات تقل، لما لكن مش مشغولين لما حياتهم الروحية تقل. لا، داود للأسف عشان كده قلت لك في الدائرة العائلية، لا مش زي، يعني مهزوم في الدائرة العائلية، ناجح في دائرة العمل والملك والحرب وكمان العبادة في المزامير والترانيم وترتيب مين يسبح، رائع، مؤيد من الله. لكن في الدائرة العائلية لا، في الدائرة العائلية لا. جاي يسأل على ابنه لما سمع انه مريض، وما سألش، ما اهتمش ان يصلحه،
ما أدبهوش. فالابن ببساطة يعمل حاجة زي كده. لو كان أبوه بقى استخدم العصاية معاه قبل كده في حاجات أقل من الحكاية دي كان خاف، كان عمل لأبوه حساب، ما كانش عمل الحيلة دي إنه يكذب على ده على الأب. بيكذب على الأب هنا، يقول لك تمارض وعمل نفسه مريض، بيكذب على أبوه داود. فجاء الملك ليراه، فقال أمنون للملك نفس الكلام اللي حفظه له صديقه السيء ابن عمه يوناداب: دع سمار أختي تأتي وتصنع أمامي كعكتين. أنا بس عايزة تعمل لي كعكتين، أنا مش هقدر، عايز يقول يعني مش هقدر أكل أكتر من كده، أنا مريض نفسي مسدودة، فكويس خليها عشان هي أنا عارف إن الأكل بتاعها رائع. تعمل أمامي الريحة بتاعت الأكل، عايز يعني يوحي لداود إن اللي هيطلعه اللي هيخليه ياكل إن أخته سمار تيجي له البيت، هي أخته مش شقيقته، وتعمل له كعكتين فآكل. وبعدين يقول الكتاب إن داود انخدع واتضحك عليه، اتضحك عليه، يقول كده الكتاب: فأرسل داود إلى سمار. ما فكرش إيه اللي يخليه عرض سمار لحاجة، ما افترض حسن النية. لا، اوعي يا أم تفترضي حسن النية وسيبي أولادك كده يروحوا أي بيت ويبيتوا برا البيت، ما دي خطية أو دي مأساة داود. افتراض حسن النية لا، دول بشر، والبشر حتى لو أقرباء جواهم طبيعة قديمة، وممكن الطبيعة القديمة تغلب الولاء للأسرة. ما ينفعش إن أنا أبا دايما كده بسيط، تقولي دي بساطة، لا، أعرض أولادي للأذى ويحصل لهم اغتصاب ربما لأني حاسن النية، لا، لازم أفترض السيء مع أولادي، إنهم يبيتوا في حتة، إنهم يروحوا في حتة، إنهم يروحوا رحلة مش عارفين، لازم أبقى حذر وحذر وحذر جدا، لأن ده اللي بتعلمه لنا كلمة الرب في قصة داود. داود كان حاسن النية، عرض بنته للاغتصاب للأسف الشديد. عزيزي المشاهد، إلى اللقاء في الحلقة القادمة، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب أغلق الباب وافتح النافذة، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5-9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريداً صوتياً أو رسالة SMS على 012-2-577-88. وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.